ترتبت عنها اشارات قويه بالتضامن والتكافل الذي يطبع المغاربه جميعا في جميع ربوع المقر والتي تجسد هذه النقطه التي ابتدات وزاره التربيه والتعليم والرياضه وتعاملت مع مجموعه قويه جعلت من الحاله النفسيه الطبيعيه استطعنا ولله الحمد ان نتجاوز الترميم ما ترتب من أضرار عقب الانكسار الأرضي يعني مباشرة بعد تمويه التنبيه على انهيار ما يزيد عن 400 مؤسسة تعليمية ثانويات إعدادية وتأهيلية ومدارس ابتدائية مستقلة ووحدات مدرسية ما يفوق 700 حجرة دراسية. الآن نحن بصدد هذه 117 مؤسسة تعليمية التي عرفت انهيار تام، 117 مؤسسة التي سيتم إعادة بنائها كليا إلى جانب ما يزيد عن 200 مؤسسة سيتم بناؤها جزئيا أو تأهيلها نتيجة تصدع بعد أسبوع من الزلزال الأرضية والذي يمنع كثير للدعم النفسي والتي كانت الأنشطة الرياضية في طليعتها. نحن نتمم هذه المناسبة الجهود التي بذلها أستاذات وأساتذة مدرسة والأنشطة الترفيهية. إذا أنا بعجالة غادي نمروا على البرنامج ديال يعني مراكز الإيواء مختلفة، وبالتالي غادي خصنا ننظموا على أساس أنه الأغلبية ديال التلاميذ يستافدوا من هذه البرامج هذو. إذا فيما يخص بلا ما نسرد عليكم البرنامج راه عندكم في البرنامج كل نشاط بالتوقيت ديالو، باش ندوزو الآن للجوانب التقنية المتعلقة بالسباق ديال اليوم هذا، ومن بعد غادي يكون عندنا عاوتاني تدخل آخر. بالنسبة لنجد والأمانة يضم هذه النقاط الآتية وهي جرينا العادة نتاع الاجتماعات التقنية كيفاش تكون. نشكر سي ماهر البارح اللي حضرنا عن بعد معنا قدم واحد العمل اللي هو جاد اللي هو مزيان واللي هو متكامل واللي يمكن وفرة مزيان بدا يسردوا الاخوان باش يمكن هو متبعوه عبر العكس الضوئي. فالافتتاح كما قام به المديرين وكذلك التدخل تاع سي ماهر تاع الانشطه الموازيه لهذه البطوله، كل ما هناك هو بان كاين واحد الترتيبات اللي هي تقنيه اللي خديناها، لان كل مطاف عنده خاصيه ديالو وكل مدينه عندها خاصيه ديالها وكل بطوله وعندها اعمال موازيه اللي خص لها واحد الدعم منكم واحد التتبع باش يمكن حتى الابطال ديالكم يكونوا في واحد الاطار اللي هو سليم. نقدموا لكم الاول تعرف هذا النداء كما دار التيروز الى السي ماهر الاخوان هيئه الاحتكار. بالنسبه للبرنامج الزمني هو مستر امامكم،
فتلاقي المسابقات غادي يكون على الساعة الرابعة إن شاء الله في أقل من 18 سلاينات اللي عندهم المسافة هي 3500 متر يلي على الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة أقل من 18 سنة دخول والمسافة هي 5500 متر الساعة الخامسة أقل من 12 سنة إناث 1200 متر الساعة الخامسة والنصف أقل من 12 سنة دخول 1200 متر الساعة السادسة أقل من 15 سنة إناث 2500 متر وعلى الساعة السادسة والنصف أقل من 15 سنة دخول 3500 متر هذا هو ترتيب البرامج الزمني للمسابقات.